اللي هم قالوا لك لا انت هتاخد الفرصه. لا انا ما ساعدتش خالص ان انا ابقى مدير فني اصلا خالص، انا ما ساعدتش خالص، انا طول الوقت ابقى بحب الحاجه تجيلي. يعني انا مش من نوع، انا بسعى في شغلي. يعني انا مدرب عام، مدرب عام دوري استشاري او دوري ان انا بقول المعلومه او اشوف حاجه غلط او حاجه صح بنقلها للمدير الفني. المدير الفني يعملها او ما يعملهاش ده دوره، ده شغله. ما اقدرش اقول له لا لازم تعمل ده. كنت انا عامل الدور ده كويس قوي ومركز مع اللعيبه كويس جدا وبشوف الغلطات فين والحاجات دي. طبعا انا بحب اقعد اشوف مشاكل ايه او الفرقه مشاكلها ايه واقعد ايدها وتبقى معايا داتا يعني. طب لو انا بقيت مدير فني اشتغل على ايه؟ فانا محضر كل ده طول السنه وانت شغال. فلما جت لي الفرصه بقت الامور بالنسبه لي سهله، لان انت محضر ومجهز ان لو جات لك. فلما جت الامور كانت بالنسبه لي سهله. بعد كده مشي تاني ترد لك تاني، كلها علاقه، كلها بتروح وتيجي وانت مش في الصوره او انت ما تسعاش للصوره. اي حد بيبقى فاكر ان انا بسعى ان انا ابقى مدير فني او ان انا كنت بحارب على ان انا ابقى مدير فني، ده ما حصلش خالص. حتى القرار لما جالي من مجلس الاداره، مستر سميح كلمني قال لي احنا الفتره اللي جايه انت المسؤول عن الفرقه وانت صاحب القرار وانت اللي تقدر شوف انت عايز تعمل ايه واحنا معاك. شخصيا في فتره السنه اللي فاتت. فكان القوه من هنا من النقطه دي. فكان مهم جدا. الحاجه الوحيده اللي لقيتني في الفتره دي ان انا خلاص بقى في ثقه ناس مهمه بالنسبه لي عايز اكسبها. اهم من المكسب والخساره دلوقتي، او اهم من ان انا اثبت ان رضا مدرب كويس. ان في ناس بتثق فيك فلازم ارد لهم الثقه دي بحاجه كويسه. والحمد لله ده حصل السنه اللي فاتت وقعدنا في الدوري وابتدينا الموسم ده طبعا بالميزانيه اقل، باللعيبه كتير مشيت، فكان في شويه حاجات كده، ولكن لمينا الدنيا بسرعه والامور كانت احسن الحمد لله.